عنوان درسنا اليوم رسم خطوط التناظر المحوري. وناتج التعلم سيكون تحديد الأشكال ذات خطوط التناظر المحوري ورسم خطوط التناظر المحوري. هيا بنا. الشكل يكون له تناظر محوري إذا كان يمكن ثنيه على خط مستقيم بحيث يكون نصف الشكل مطابقا للنصف الآخر تماما. إذا نظرنا إلى هذه الصورة، صورة الفراشة في الجانب الأيسر، نجد أن هذا الخط من الأعلى إلى الأسفل يقسم الفراشة إلى نصفين. هل هما متطابقين ومتماثلين أم أن هناك بعض الاختلافات؟ هيا فكر جيدا، هل هناك اختلافات بين النصف الأيمن والنصف الأيسر أم أنهما متماثلين؟ إذا كان هناك اختلافات أوجدها. نعم، لا يوجد اختلافات في هذه الفراشة بعد تقسيمها بهذا الخط الذي يقسمها من الأعلى إلى الأسفل أو من الشمال إلى الجنوب كما نرى، فنجد القسمين الأيمن والأيسر متشابهين تماما في الأجنحة وكذلك في جسم الفراشة. بينما إذا نظرنا إلى صورة الفراشة في الجانب الأيمن هذا، نجد أن هذا الخط يقسم الفراشة من الشرق إلى الغرب أو بطريقة عرضية بالعرض. الأول كان يقسم الفراشة الذي في اليسار يقسم الفراشة بخط رأسيا بالطول، أما هذه الفراشة التي في الجانب الأيمن من الصورة نجد أن هذا الخط يقسمها بالعرض أو من الشرق إلى الغرب. وهنا يتبادر إلينا سؤال آخر، انظر جيدا، هل الجزء العلوي من الفراشة متماثل ومتشابه مع الجزء السفلي من الفراشة؟ فكر جيدا قبل الإجابة، وإذا كان هناك اختلافات اذكرها. أمامك دقيقتين. نعم، بعد هذا النشاط سوف نجد أن النصف الأعلى من الفراشة يختلف عن النصف الذي في الأسفل، وهناك اختلافات في أولا في الأجنحة مختلفة، الجزء الأجنحة الذي في الأعلى يختلف عن الجزء الذي في الأسفل. أيضا في جسم الفراشة، الجزء الذي في الأعلى بالرأس وهذه الأنتنة بيختلف عن جزء الفراشة الأسفل، وبالتالي لا يمكن أن نسمي هذا الخط العرضي بخط تناظر محوري، بينما هذا الخط الرأسي في الصورة التي في اليسار نسميه خط تناظر محوري لأنه يقسم الشكل إلى نصفين متطابقين ومتماثلين تماما. نأتي هنا إلى كيفية تحديد الأشكال ذات خطوط التناظر المحوري وكيف نرسم خطوط تناظر محوري لها. وأيضا إذا
ربطنا هذا الدرس بالواقع والحياة. إذا نظرت إلى الطاولة والمقعد الذي تجلس عليه، أو في البيت طاولة الطعام كما في الشكل، هذه الطاولة أو مقعدك هذا على شكل ماذا؟ مربع أم مستطيل أم متوازي أضلاع؟ نعم، إنه مستطيل، وقد تكون المقعد مربع على اختلاف المدارس، ولكن في العام ومجمل يعني المقاعد بيكون المقعد على شكل مستطيل. ولكن ما يهمنا هنا، هل يمكن أن تقول لي كم عدد خطوط التناظر التي يمكن أن أرسمها في هذا المستطيل كما هو في الشكل الموضح أمامك، أو إذا نظرت إلى الطاولة التي تجلس عليها، خبرني الآن كم خط تناظر محوري يمكن أن ترسمه في هذا المستطيل أو على مقعدك هذا؟ أمامك دقيقتين لتفكر. مع العلم، لاحظ جيدا كما قلنا سابقا، خط التناظر المحوري عندما أرسمه لابد أن يقسم الشكل إلى نصفين متماثلين ومتطابقين تماما في كل شيء، ولا يوجد أي اختلاف ولو بسيط، ولو اختلاف واحد لا يكون هذا الخط تناظر محوري. ابدأ الآن هذا النشاط، وهذا نشاط فردي. نعم، بعد هذا النشاط الفردي سوف نتعلم أن المستطيل يمكن أن أرسم له خطين تناظرين محوريين كما هو موضح في هذا الشكل، الأول من الأعلى إلى الأسفل والثاني من اليمين إلى اليسار. إذا سألنا هنا سؤال إبداعي، هل يمكن أن تذكر لي بعض الأشكال الأخرى من داخل الغرفة الصوفية التي يمكن أن أصنع لها خط تناظر محوري؟ انظر حولك الآن داخل الصف، وأمامك دقيقتين لتذكر الكثير من الأشكال التي توجد حولك والتي يمكن أن أحدد لها شكل تناظر أو خط تناظر محوري، أو إذا كنت في البيت انظر حولك في داخل الغرفة التي تجلس فيها واذكر لي الأشكال التي يمكن أن أحدد لها خط تناظر محوري، وكم خط تناظر يمكن أن أصنع لها. أمام، وهنا سؤال تحدي أو تفكير ناقد. فكر، لماذا المربع لديه 4 خطوط تناظر والمستطيل لديه خطي تناظر فقط؟ هذا النشاط للفريق الأصفر. هذا نشاط آخر، حدد ما إذا كان كل شكل له تناظر محوري أم لا، وإذا كان كذلك فارسم خط أو خطوط التناظر المحوري
ابدأ. وهذا النشاط للفريق الآخر، الفريق الأخضر. أمامكم 4 دقائق من الآن، ابدأ. نأتي إلى النشاط التكويني لتقييم نفسك. هل فهمت الدرس جيدا أم لا؟ هذه 3 لينكات لكل مستوى، كل منكم على حسب مستواه يدخل اللينك الخاص بمستواه ويحل هذا النشاط. أمامكم 4 دقائق من الآن، ابدأ. وهذه بعض الأنشطة التمايز التعليمي. حدد ما إذا كان هذا الخط المنقط هو خط تناظر محوري بكتابة نعم أم لا. هذا النشاط للمستوى الثاني. وهذا النشاط للمستوى الأول. وهنا حدد الأشكال التي لها تناظر محوري واكتب عدد خطوط التناظر المحوري إن وجدت. حدد الخطوط واكتب عددها وارسم خط التناظر. وهذا النشاط للمستوى الثالث، يتكون من شقين. السؤال الأول، رأت ليلى هذه اللافتة وهي في طريق عودتها للمنزل من المدرسة، هل لهذه اللافتة تناظر محوري؟ حدد نعم أم لا، وإذا كان ارسمه. السؤال الثاني، كتب صالح الكلمة this بالحروف الإنجليزية الكبيرة، كم عدد الأحرف التي لا تناظر محوري منها؟ اكتب الحروف في قسم المحادثة. وصلنا إلى التقييم الختامي، وأيضا هذا السؤال محاكي للاختبارات الدولية. كم عدد خطوط التناظر المحوري التي تشتمل عليها هذه اللافتة؟ إلى هنا أحبابي الطلاب، نأتي إلى نهاية حصتنا الجميلة ونشاط غلق الحصة. كل منكم يدخل إلى هذا الرابط ويلعب هذه اللعبة ليقيم نفسه وفهمه لحصتنا الجميلة.